وتمتاز مدينة الموصل بتقديم أحسن أنواع اللحم عجين، وتمتاز عن بقية المحافظات من ناحية العجين واللحم، أرقى أنواع اللحم، وخصوصا الموصل أنه من زمان هي تعمل لحم عجين قبل ما تنعمل ببغداد أو بالجنوب أو بالشمال. العجين يتكون من اللحم، الشيء الأساسي به والبصل والعجينة. طبعا هذا تنعجن العجينة بدون خمرة وبدون أي، يعني فقط بدون خمرة، ما مثل خبز البيت هنا يسوى بدون خبرة. أكو من مطاعم تخلي بيه بهارات، أكو ما تخلي بيه بهارات، هاي أطعام. يؤكل كل الأوقات، الصبح يصير ريوق، الظهر يصير غدا، والمغرب يصير عشاء، والفقير يأكله والغني يأكله، وكل المجتمع، أي شخص بالمجتمع يأكله هذا، وطعم لذيذ جدا وأسعار مناسبة جداً.